بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، متابعينا الأعزاء، تحيتنا متجددة بتجدد انطلاقاتنا في هذه الأمسية الرياضية الجميلة التي تحمل منافسات سن الكبار والمسافة الماراثونية 8 كيلومترات الحاضرات لهذا السن والمتعارف عليه. ينطلق شوط جديد من أشواط الخير والبركة، شوطنا السادس الذي يحمل تحديات الإبكار المهجنات الأصايل. متمنين للجميع التوفيق والنجاح. مباشرة نسير إلى المركز الأول، إلى الظبي، الظبي التي تتقدم على المركز الأول. يقدمها سعادة أحمد بن سلطان الحلامي، يتقدم بهذا الشعار. بينما المركز الثاني الوصول هناك تأتي بالمركز الثاني مشعلة القادمة بشعار منصور بن علي بالخصم. الاكتبيات مع المركز الثاني، انتقل واتحول مباشرة الى المركز الثالث. اجد الحضور والانطلاق على ثالث المراكز في هذه اللحظات، اللي وصل واللي تقدم واللي تحرك في هذه اللحظات. هذا وصول جميل وانطلاق رائع للغاية في هذه اللحظات. هناك مع المركز الثالث وصل وصلة العزرة لعبد الله بن ناصر بن مشيط المري. بينما المركز الرابع وصلت الداودية. هناك المركز الثالث وصلت هنا في هذه اللحظات البويضة لخليفة بن عبد الله بن سعيد الظاهري، أتى بالمركز الثالث. بينما المركز الرابع الداودية وصلت لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي، أتى بالمركز الرابع. بينما الظبي اللي على المركز الخامس لعبد الله بن سالم بن علي الاكتبي. بينما المركز السادس اللي وصل في هذه اللحظات وتقدم مع العنود لأحمد بن مبارك بن منيف المنصوري. بينما سابع المراكز المسك الواصلة بشعار سعادة سالم بن راشد بن محمد النيادي. وانتقل الى المركز الثامن وصلت فوايد، وصل حمد بن علي بن عامر العويسي، يتقدم بفوايد في هذه المنافسة الجميلة والشعارات الكبيرة التي بدأت تهاجم المركز الأول، تهاجم المناطق الأولى. لكني بعود إلى المركز الأول، إلى الحلامي، إلى شعاره المميز، إلى شعاره الجميل الظبي، لمواريها شرى شكل الضبا. تتقدم في هذه اللحظات وتتحرك بشعار سعادة أحمد بن سلطان الحلامي. يقدم لنا الظبي ويتحرك بالظبي على المركز الأول. ركز كل التركيز يا الحلامي لهذا الشعار الذي يا ما صال وجل في عالم سباقات الهجن وحقق الكثير. المركز الثاني الوصول مع مشعلة القادمة في هذه اللحظات وتبقي تشعل نار المنافسة مبكرا. هذه هي مشعلة لمنصور
عمر بن علي بالخصم الاكتبياتي مع المركز الثاني ياتي مع هذا المركز، بينما المركز الثالث الداودية وصلت في هذه اللحظات، ووصل سالم بن عامر بن راشد المدهوشي يتحرك قادما من السلطنة في هذه اللحظات يقدم الداودية، بينما المركز الرابع ورابع المراكز الضبي هذه الضبي الواصلة بشعار عبد الله بن سالم بن علي الخصوني الاكتبياتي في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع الوصول على رابع المراكز في هذه اللحظات والانطلاق، المنافسة الجميلة. وصلت فوايد، وصل حمد بن علي العويسي يقدم فوايد، بينما المركز الخامس وخامس المراكز البويضة الواصلة لخليفة بن عبد الله بن سعيد الظاهرية ياتي مع البويضة يتقدم، والمتبقي 3 كيلومترات المتبقي عن النهاية. ننبه الجميع، نذكر المشاركين والمسايرين، بينما العنود القادمة هنا بشعار احمد بن مبارك بن منيف المنصوري. يا سلام على هذه الشعارات وعلى هذه الاسماء وعلى هذه المشاركات الجميلة ما بين الشعارات العملاقة التي بدأت تشكل الخطر وبدأت هنا تسير في هذه المنافسة. وصلت مودعة، وصل شعار محير بن علي بن كليب الاكتبي قادما، والقدوم الاخر من عزايم لسعيد بن سهيل بالدليوية الاكتبي يقدم لنا عزايم بالعزيمة والاصرار. لكن وين المقدمة؟ وين الصدارة؟ وين الشعار الذي محكم القبض على الصدارة؟ شعار سعادة احمد بن سلطان الحلامي يقدم الضبي على المركز الاول وعلى صدارة هذا الشوط، يتقدم بادائه المتميز، يتقدم بشعاره المتميز، يتقدم بالضبي الضبي 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 على المركز الاول وعلى صدارة هذا الشوط. اما المركز الثاني هذه هي مودعة اللي على المركز الثاني لمحير بن علي بن راشد بن كليب الاكتبياتي مع المركز الثاني، والداودية بالمركز الثالث لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي، بينما المركز الرابع فوايد لحمد بن علي العويسي ياتي على المركز الرابع، وخامسا العنود لأحمد بن مبارك بن منيف المنصوري، والقادمة عزايم لسعيد بن سهيل بالدليوية الاكتبي. لكني بعود مع المنعطف الأخير، بن كليب يقدم هذه الانطلاق المميزة، ويقدم شعار أهل المدام، يقدم هذه مودعة في لحظات الوداع، في لحظات المنافسة الأخيرة ما بين هنا هذا الأداء الكبير، مودعة بشعار محير بن علي بن راشد بن كليب المركز الثاني لسعادة احمد بن سلطان الحلامي، وافتتاح الكيلو المتر الاخير.
الأخير. المركز الثالث الداودية، الداودية على المركز الثالث لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي، يتحرك في الداودية رابعا مع أسرار محمد بن سلطان بن مرخان، خامسا وصلت العنود، وصلت العنود ما شاء الله على هذا الحوق المميز من العنود بشعار احمد بن مبارك بن منيف المنصوري. ولكن اللحظات الأخيرة ما بين الحلامي، ما بين بن كليب، ما بين بن منيف، اللحظات المثيرة. ولكن الضبي، الضبي عصاها في الابطان، عصاها في الابطان، تقدم هذا الابداع، تقدم هذا الاداء لسعادة احمد بن سلطان. الحلامي، الحلامي يمتلك هذه الجوهرة، يمتلك هذه الجوهرة المميزة ما شاء الله، توت الله عصاته ما شاء الله تبارك الرحمن. الضبي، الضبي، الضبي تطير بالسلام، تهانينا والناموس لمالك الضبي سعادة احمد بن سلطان الحلامي على هذا الفوز الجميل. المركز الثاني العنود احمد بن مبارك، احمد بن مبارك بن منيف المنصوري. المركز الثالث حضرت في هذه اللحظات مع انطلاقة ايضا هناك نفاه لمحمد بن خلفان بن خصيب الظاهري. المركز الرابع كانت ايضا بشعار ايضا شعار مودع المهير بن علي بن راشد بن سليم الكتبي. وخامسا كانت مع عزايم لسعيد بن سهيب الدليوي الكتبي. اذن مشاهدينا الاعزاء شهدنا المنافسه والتحدي الكبير، حيث كانت الضبي بطله لناموس هذا الشوط. توقيتها الزمني 12:46 ثانيه، وايضا وتسعة أجزاء من الثانية من حصلت على المركز الأول هي الضبي لسعادة أحمد بن سلطان الحلامي. تهانينا على هذا الفوز المستحق والجميل. بينما المركز الثاني توقيت الزمني 12:49 ثانية وجزءا واحدا من الثانية اللي حصلت على المركز الثاني كانت ايضا هي العنود لاحمد بن مبارك بن منيف المنصوري. والمركز الثالث 12:50 ثانية بالوفاء والتمام والكمال، هناك من حصلت على المركز ايضا الثالث هي نفاه لمحمد بن خلفان بن خصيبه الظاهري. وصلت في اللحظات الاخيره وحققت المركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.